الطبيب هو المساهم الأول في علاج السمنة ومدى ارتباطها بأمراض الغدد. بحلقة اليوم من برنامج سكر مظبوط رح نعرف أكثر ونفهم أكثر أهمية الطبيب المعالج اللي هيحكي لنا عنه أكثر الدكتور هاني. خبرنا. السمنة زي أي مرض بيبتدي الطبيب بأن هو يسمع شكوى وبعد كده ياخد تاريخ مرضي يبتدي يدور فيه على بداية المشكلة كانت امتى. يعني مثلا معظم السيدات بتبتدي مشكلة السمنة معاهم مع الحمل، بعدها بيسأل على أدوية أو أي حاجة تانية أدت إلى هذه المشكلة، وبعدها بياخد تاريخ مرضي عائلي للمريض أو المريضة، وبعدها بيفحص المريض. في الفحص بيبتدي يدور على أسباب ومضاعفات للسمنة. في مضاعفات محددة للسمنة؟ طبعا. شو هي؟ نقدر نقسم مضاعفات السمنة إلى مضاعفات ميكانيكية زي مشاكل الركب، فقرات الظهر، زي عدم القدرة على التحكم في البول عند بعض السيدات، زي انسداد المجرى التنفسي أثناء النوم مثلا، ومضاعفات تانية لها علاقة بوظائف الأعضاء زي الكبد الدهني، زي حصوات المرارة، زي مشاكل القلب والشرايين، زي ارتفاع ضغط الدم، ومضاعفات نفسية زي الاكتئاب والتوتر. وهنا بعدها بيطلب الطبيب الأشعاعات والتحاليل اللازمة حسب الفحص اللي لقاه، وبيتعرض المريض على الفريق المعالج. فريق يعني مش شخص واحد هيعالج المريض؟ لا طبعا، محتاج أعضاء كتير. الفريق المعالج بيتكون من 4 مهن: طبيب، وأخصائي تغذية، وأخصائي نفسي، وطبيب علاج طبيعي أو مدرب رياضي. كان معهم حق يكتئبوا الناس اللي زهدوا وزنهم، موضوع طويل و... طبعا بس لازم. طويلة. في سؤال كتير مهضوم عبر احد المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي عنا ببرنامج سكر مظبوط، بيقول انه اخصائيين النفسية طلعوا عينه، جننوه اكتر ما هو مجنون، فقديش مهم دور الاخصائي النفسي في موضوع السمنة؟ دور الاخصائي النفسي مهم جدا. ليه؟ لأن في بعض السلوكيات اللي بتؤدي إلى السمنة بيكون سببها نفسي بحت، زي مثلا واحد زمان في طفولته كانوا أهله بيعاقبوه بأنه يتحرم من الأكل، هذا الشخص لما يكبر ما يقدرش أنه هو ينام غير لما يأكل كمية أكل ضخمة. ليه؟ لأنه هو بيحس بالأمان والنجاح لما يأكل كمية أكل كبيرة، لأن ده عكس العقاب اللي هو متعود عليه. بالنجاح؟ طبعا. نجاح شو بس؟ ما هو ده كان عقابه ان هو ما ياكلش. اوكي. فهو كده تفادى العقاب انه عمل عكسه. اوكي. شخص تاني اللي بنقول عليه ايموشنال ايتر، ده شخص اما بيكتئب او اما بينبسط لما بيفرح او بيزعل بياكل، بياكل كميات كبيرة. انا هيك بيناتنا بس. السلوكيات دي علاجها علاج سلوكي بيقوم به الاخصائي النفسي. ما هي الطرق المختلفة والمضبوطة لعلاج السمنة؟ في سكر مظبوط الحلقة القادمة.